الرئاسة تطرح تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية للنقاش المجتمعي حتى 9 فبراير القادم. الجيش الثاني يدمر سيارتين مجهزتين للتفجير بشمال سيناء ومقتل 7 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بجنوب الشيخ زويد. منظمة الأسلحة الكيميائية تجتمع بشأن سوريا في لاهاي، ودمشق نقلت أقل من 5% من أسلحتها الكيميائية الأكثر خطورة في خارج أراضيها. الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، موعد نشرة إخبارية تأتيكم من النيل، نحييكم في مستهلها والبداية محلية مع زميلة أمل. إليك. انتهت رئاسة الجمهورية من إعداد المشروع المبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أن مؤسسة الرئاسة طرحت مشروع القانون للنقاش المجتمعي من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية، وأنها ترحب بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية، وذلك حتى 9 فبراير القادم. من ناحية أخرى، أكد السفير إيهاب بدوي بأنه لا صحة لما نشر حول استقرار الرئاسة على إقرار النظام الانتخابي الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أن الأمر ما زال قيد الدراسة. وعلى المزيد من المتابعة انضموا إلينا هاتفيا الأستاذ كمال ريان، نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار. تحية طيبة لحضرتك أستاذ كمال. ما هي التفاصيل الخاصة بهذا الإعلان الوارد من رئاسة الجمهورية بخصوص مشروع قانون الانتخابات الرئاسية؟ يعني هو فيما يتعلق بانتخابات الرئاسية، كما أعلن رئاسة الجمهورية أعلنت أمس المشروع المبدئي لقانون انتخابات الرئاسة. والحقيقة هذا المشروع تضمن يعني عدد من الأشياء الجديدة. يعني أولا هو حدد معايير الشخصيات التي تتقدم للترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالحصول على موافقة 20 عضو بمجلس النواب، أو فيما يتعلق بالحصول على توقعات معينة، أعتقد أنها 25,000 توقيع من كل محافظة من المحافظات، ومعايير هذه التوقعات بحيث أن ما فيش شخص يوقع لأكثر من مرشح، والورق اللي هيتعمل عليه التوقعات ليه مواصفات محددة وغير ذلك. وأيضا القانون تضمن شيء جديد، وهو إمكانية الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية خلال فترة محددة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية، وكما وضع عقوبات على أي تلاعب فيما يتعلق بالتصويت أو الأوراق الانتخابية وغير ذلك. هذا المشروع مطروح للحوار للمجتمع كله، والرئاسة أعلنت عن البدائل أو الأساليب اللي يتم تلقي الآراء عليها أو المقترحات فيما يتعلق بأرقام الفاكس أو الإيميل أو غير ذلك. بجانب أرقام الفاكس أو الإيميل، هل ستنظم الرئاسة اجتماعات لقوى وطنية أو أحزاب لدراسة هذا القانون؟ يعني يمكن الرئاسة ما أعلنش عن ده، إنما يعني ده غير مستبعد. ويعني كانت هناك أيضا قبل ذلك جولات من الحوار بين الرئاسة ومختلف القوى السياسية قبل ذلك، وتم تناول مختلف الموضوعات وفيما يتعلق بخارطة الطريق أو حتى ضوابط الانتخابات الرئاسية وغير ذلك، لكن ده لا يمنع أن تكون هناك إذا رؤية أن هناك الحاجة لمزيد من الحوارات، فقد يتم ذلك يعني. وطبعا هو في موعد محدد اللي هو يوم 9/2 لتلقي كل المقترحات دي، وبعدين هيتم مدرستها وإصدار القانون في صيغته النهائية تمهيدا لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية. نعم، الأستاذ كمال ريان نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار، شكرا جزيلا لك. هذا وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين وفقا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية. وتتضمن التعديلات تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلا من درجة واحدة، وضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم، ولتحقيق
التماثل مع ما يتم في القضاء العادي وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية وتعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي والتي وردت بقانون السلطة القضائية. قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية انه من غير المقبول لاي دولة او طرف خارجي التدخل في اعمال القضاء المصري، وذلك ردا على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الامريكية حول احالة عدد من المصريين والاجانب بينهم صحفيون الى محكمة الجنايات. واكد عبد العاطي على اهمية احترام احكام القضاء واستقلاله الكامل، مشيرا الى ان احالة عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات جاء بناء على قرار من النيابة العامة التي هي جزء من النظام القضائي المصري الذي لا يمكن للحكومة أن تتدخل في عمله. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية. يعني سيادة السفير مرحبا بك، ويعني ما هي أهم النقاط التي اعترضتم عليها في يعني مؤتمر وزارة الخارجية حول الأوضاع في مصر؟ يعني ما تضمنه تصريح المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية يعني يمثل تدخل صميم في عمل القضاء المصري حينما تناولوا مسألة الاعتقالات والتضييق على الصحفيين وانتهاك حرية الصحافة. كل هذا أمور يعني هذه أمور غير مقبولة على الإطلاق. الإحالة جاءت من السيد المستشار النائب العام إلى محكمة الجنايات، ودي مسألة يعني النيابة العامة معروف هي جزء لا يتجزأ من نظام القضاء المصري، ولا يمكن لأي أحد أيا كان أن يتدخل في عمل النيابة العامة. ومن ثم ده كان قرار مستقر، الحكومة ليس لها علاقة ولا تستطيع أن تتدخل في أعمال النيابة العامة. والآن يعني من تم إحالتهم هم بطبيعة الحال في عهدة القضاء المصري، تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات، ومن ثم يعني هناك كل الضمانات المطلوبة لمحاكمة عادلة ونزيهة متوفرة، إن كان في توكيل محامين، إن كان المحاكمة أمام القاضي الطبيعي بالقانون العادي، لا هناك أي إجراءات استثنائية. فهذا هو ما نقلناه للجانب الأمريكي وللعالم الخارجي، ومرة أخرى أكدنا على أن أبجديات الديمقراطية هي الفصل بين السلطات وعدم التدخل في الشؤون وأحكام القضاء المصري بالتعليق أو بالتعقيب. يعني سيادة السفير بالتواصل كان هناك تحديدا بالأمس مؤتمر أو يعني ندوة في لندن تتحدث عن يعني اعتقال طاقم احدى القنوات الفضائية تحديدا، وهي الازمة التي احدثت ضجة على المستوى الدولي، ويعني يتحدثون عن انهم يعيشون في اوضاع مزرية في السجون المصرية. يعني هل اطلعتم على تلك الندوة او المؤتمر؟ لا، يعني انا لم اتابع هذا المؤتمر. احنا لدينا طبعا عمل كثير وشغل كثير داخل الوزارة، لا بصراحة لم اتابع هذه. سيادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. تعقد حركة الشعب يأمر الداعمة لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية مؤتمرا صحفيا اليوم لمطالبته بخوض الانتخابات الرئاسية القادمة. هذا ولا تزال ردود الفعل في الداخل والخارج تتوالى حول بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أعلن فيه أن المجلس يرى أنه من حق الفريق أول عبد الفتاح السيسي الترشح لانتخابات الرئاسة إذا ارتضى هو ذلك. هنا لدعم الجيش والشرطة، كان هذا هو الهتاف الذي علت به حناجر المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع في 25 من يناير الحالي، الذكرى الثالثة للثورة المجيدة. وبالرغم من التهديدات الإرهابية أبى المصريون إلا أن يتحدوا هذا الوضع، وخرجوا معلنين رفضهم لقوى الإرهاب والوقوف إلى جانب الصف الوطني.
وكان أبرز ما نادى به المصريون في الذكرى الثالثة للثورة هو مطالبتهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهو المطلب الذي عكس مكانة السيسي في قلوب جماهير عريضة من المواطنين، يؤكدون أنه الأنسب لقيادة سفينة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة إلى بر الأمان. وبعيدا عن أجواء الاحتفال، مثلت الذكرى الثالثة لثورة يناير تصويتا جماهيريا على شعبية السيسي، وقد حدت هذه الشعبية الجارفة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إعلان موقفه صراحة بأن للسيسي الحق في الاستجابة إلى نداء الوطني والترشح للرئاسة إن أراد ذلك. مظاهر الترحيب بالسيسي وموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم تقتصر على الداخل فقط، بل امتدت لتشمل المجتمع الدولي، حيث أبرزت وسائل الإعلام الأجنبية إعلان المجلس العسكري استجابته لرغبات الجماهير بترك الخيار للسيسي. ومن بين هذه الصحف جريدة وول ستريت جورنال التي اعتبرت أنه وبعد بيان المجلس العسكري فقد باتت الطريق ممهدة أمام السيسي للوصول إلى قصر الرئاسة. وقالت الصحيفة إن المجلس العسكري كان حريصا على مباركته ترشيح السيسي. أما مجلة تايم الأمريكية فذكرت أن بيان المجلس العسكري أثار ارتياحا في أوساط المصريين، قائلة إن دموع المصريين شهدت في الميادين رافعين مجددا شعار الجيش والشرطة.